بسم الله الرحمن الرحيم. ساعة مرحبا بكل مشاهدي لوسيت والأخت بوثينة. بالنسبة لليوم كانت مباراة صعيبة، مباراة كبيرة، كانت فيها وجهين. الوجه الأول معناتها شفنا اللي ما كناش مزيانين من الأول، من بداية المباراة قبلنا هدف في آخر الشوط، غيرنا تكتيكين من وسط الشوط مع الأول معناتها قبل ما نرجع للشوط الثاني، غيرنا اللاعب وغيرنا حتى التمركز بتاع اللاعبين في الميدان. تكتيكين تحسننا ولينا أحسن، جبنا معناتها التعادل وجبنا الهدف بتاع الانتصار. من بعد بطبيعة الحال على هفوة قبلنا الجول في آخر مباراة، ولكن هذا ما نقصش من عزيمة اللاعبين والإصرار ديالهم، كملوا حتى الآخر. وكان عندنا حارس كبير، هما زوز حراس كبار، الحارس الأولاني الكبير اللي كان وجاب اللقاء من البيلانتي اللي مسكها في وسط اللقاء، والحارس شهاب زاد كيف كيف تقنوتي كان ممتاز في اللقاء، وشهاب زاد كان متميز في ضربات الجزاء، ذكرنا في حارس المنتخب ما شاء الله عليه. وهذا ما معناتها يذكر لي ضربات الجزاء راهو نشتغلوها حتى في لقاءات البطوله، معناتها الحراس يشتغلوا تقريبا بين 100-120 ضربه جزاء في الاسبوع، دونك الناس كل كانت حاضره، حتى لو كملوا معناتها اللاعبين شاطوا الكل كانوا ان شاء الله باذن الله كانوا يسجلوا. الحمد لله سجلوا 3 اهداف، الحارس مسك ثلاثه كرات. ان شاء الله ربي يوفقنا للمسار نتاعنا في كاس العرش، خاطر كاس العرش تؤخذ مباراه بمباراه، فهمت؟ عندنا تو لقاء جاي وان شاء الله نوصلوا للاخر ونفرحوا الجمهور ديال فاس والجمهور اللي تحب معناتها فريمون واقفه مع الجمعيه نتاعها وساندت الفريق اكثر من 120 دقيقه، خاطر 120 وفات والجمهور يشجع وبعد بدا يشجع في ضربات الجزاء، دونك برافو للجمهور ونهديوا له الانتصار هذا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.